فينا اللي الكوباية بتاعتها أقل. دي كوبايتي ودي كوبايتي، اه زي تحفة. ما انت شايفة كوبايتي أنا نسيت أكتر، يبقى انت يبقى انت اللي هتترشل. خلاص هنروح للتحدي اللي بعد كده. بتعرفي تغني بالهيليوم؟ اه انا بجد؟ حاسه، اه حاسه انا انك. مره جربت. طيب هنجربها بقى دلوقتي تاني. ماشي، عايزين اغني لك انا اغنيه ايه الاول؟ ديسباسيتو. ديسباسيتو. ايه اوكي ماشي، هغني لك ديسباسيتو. ديسباسيتو طربت طربت طربتيتو، انت يا بنت ضحكتي خلعتي حكي. ايه هو اكتر اكل مش بتحبيه؟ مش بحبه. بتحبي السوشي؟ انا مش هاكل سوشي. تعالى يا سوشي، ده جميل جدا. لا ده جميل جدا، تعالى خدي حته صغيره حته صغيره حته صغيره. يلا لا انا عاوز حته اصغر. لا هي دي الصغيره، لازم تاكلي من ايدي. افتحي بقى. طب تعالى، لازم هتخسري هتخسري الجايزه. يلا يلا افتحي بقى. يلا طعمه حلو زي السمك صح؟ شفتي بقى انه حلو؟ انت بقى كنت طول الوقت عماله تكرهي نفسك فيه وانت اصلا ما دقتهوش. عجبك؟ هتاكلي السوشي بعد كده؟ لما اي حد يديكي السوشي تقولي له اوكي وطعمه حلو ماشي؟ طعمه زي يلا السمك. دلوقتي بقى هقول لك انت كسبتي، وهشوفك في المرحله الجايه، بس لازم تطلعي تجري بسرعه والا هرشك. لو ما جريتيش دلوقتي اجري يا نوران اجري. اتفضلوا. شكرا. اهلا اهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوج؟ بتعاكس بابي يا اهلا كوكي، تعالي اهلا. اهدى اهدى. لا لا هنا هنا، خليك التاني عشان اشوف. ماشي تعالي يا كوكي اختي على الحلاوة. يا جتول يا جتول. ايه ده؟ ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. لا لا ميرسي يا كوكي. ميرسي. هو انا لو عكست بابا هتغيري عليه؟ اه؟ ليه؟ ما هو باباكي خلاص. هو يعني في حاجة هتتغير؟ يعني انا لو خطفته من ماما هتتضايقي؟ اه. ليه هتتضايقي؟ ما ماما خلاص خدت نصيبها من الدنيا. تديني انا بقى فرصة. استاذ احمد. ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله منورنا. ربنا يخليكي. هو الحلاوه دي طالعه لك؟ اكيد مش طالعه لمامتها صح؟ لا طالعه لمامتها طبعا. ايه ده، مش بيقولوا المخده ما تشيلش اتنين حلوين؟ مش دايما. لا دايما. لا صدقني يعني يقول لك ايه، لازم يبقى موجب مع سالب، يعني وحش مع حلوه. ما هو احنا الموجب بتاعنا حلو مع السالب مع وحش مختلف شويه. معروفه. طويل مع قصير. طويل مع قصير. ايوه بالظبط. رفيع مع تخين. بالظبط اهو، ده كنت راستي بقى. هو ده. كنزي تفتكري انا وبابا لو ارتبطنا واتجوزنا هنبقى لايقين على بعض؟ شويه صح. ايوه يعني تحب ان يبقى عندك اخت مني؟ مش هنسميها ايه؟ بس مشا. مش 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 يا بنت تانتي شوشو. عارف بنتك ليه بتحبني كده يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ لانه انا النهارده دلعتها دلع، لعبتها لعب، كل حاجه حلوه في الدنيا عملتها لها. انت حضرتك كنت قاعد وشايف طبعا. اه طبعا. طيب انا دلوقتي هطلب منك يا كوكي انك تحطي السماعات علشان انا وبابا هنتكلم في شويه كلام بتاع كبار. اوكي هنتفق بقى على ميعاد الفرح، حجز القاعه، الديزرت، الحاجات البسيطه دي، الخطوبه، الحاجات السهله دي. الخطوبه بقى. اه لا انا بحب الجواز على طول، خطوبه ده بننجز. للاطفال انما احنا. ايوه يلا البسي السماعه. كده حلوه؟ سامعاني يا كنسي؟ خلاص كنسي راحت مني،
هسأل بقى حضرتك شوية أسئلة عن كنزي. عايزة أعرف أول حاجة أكلتها المفضلة إيه؟ هابي ميل. كنزي؟ نعم. أنت سمعاني؟ سمعاني من بدري ولا لسه دلوقتي؟ لسه دلوقتي. طب يلا شيلي بقى السماعات. بس هسألك بقى أسئلة أنا سألتها لبابي، أوكي؟ وعايزك تجاوبي ويا رب إجاباتكم تطلع زي بعض. يلا السؤال الأول، إيه أكتر أكلة بتحبيها؟ هابي ميل. هابي ميل عليك يا جميل، وإجابتك زي بابا. أغنيتك المفضلة إيه يا كنزي؟ يا كنزي وكل مالي. يا كنزي وكل مالي حياة قلبي يا خلاصي. مش أنت يا بابا تقولي هابي نيو يير، إحنا داخلين إيه؟ مع السنة الجديدة. قولي لي يا حبيبتي أكتر لون بتحبيه؟ بينك. بينك يا لهو يا لهو، على الأقل أحمر يا خراشي. بينك مش أحمر. أعمل إيه دلوقتي يا كنزي في بابي؟ يعني كل إجاباته غلط، مش عايزة أسأل أكتر من كده. أنا إجاباتي صح وحافظة. أنا عارفة يا حبيبتي، أنا عارفة إن كل إجاباتك صح. أنا دلوقتي مفيش قدامي حل غير يا كنزي إن أنا هحاول أغير لك بابي علشان يرجع بابي اللي بيعرفك وفهمك وكل حاجة. ماشي. اتفضل بقى يا أستاذ أحمد، اتفضل. أيوة هنا اتفضل. أيوة. افتح حضرتك الباب. اوكي. علي وعلى خطوتك. اوكي. ده أطول من الجهاز ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب بس ما يقصرش جوه، أنا عارف الحاجات كلها بتدخل جوه تقصر. قومي بقى يا كنزي كده. بصي تدوسي على الزر اللي هو الاحمر اخده. اللي هو ايه؟ اول واحد ده اهو. ايوه ده اول واحد ده. دوسي عليه. لا انت دوستي على ده، انا قصدي تدوسي على اول واحد من فوق. اقعدي اقعدي ده كده. انت ده اقعدي وبصي قدامك. انت كده ممكن تكوني غيرتي خالص. ربنا يستر ان شاء الله. يا رب. طب هنعمل ايه دلوقتي لو اتغير خالص؟ هتزعلي؟ ربنا يستر. يلا اطلع يا استاذ احمد كده. ايه ده؟ كنزي حبيبتي. اطلع يا استاذ احمد واقفل الباب. مش هو اسود. انا بابا. لا انا بابا. لا شفتي انا قلت لك انا شكلي اتغير. دوستي غيرتيه يا كنزي. ولبس الكاب. مش لابس اي حاجه. يلا معلش يا كنزي بقى، انت دوستي غلط وغيرتيه. يلا خلاص روحي معاه لحد ما روحي لحد ما اشوف لك حل مع باباك. معلش بقى يا كنزي. بابا يا شيماء. بابا اتعاملي معاه بقى، ان شاء الله هتتفاهموا وتحبوا بعض، بس ده هتلاقيه عارف عنك كل الحاجات اكتر من باباكي صدقيني. ايه بتقولي ده؟ يلا مش عارفه. باي باي. تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف وهينور احمر، هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدأ وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنة؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسة؟ لا. طب وهنا؟ أنا خصماني. خصمك؟ يعني أنت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب أدم؟ لا؟ بس هي بتحب، بحب أعرفك. معلش. ممكن تقول إيه دلوقتي لهنا وآدم؟ ممكن أقول لهم بشكره.
بتشكرهم. ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقط، بحب الفار والقط. غني لهم الفار والقط. الفار والقط الاتنين دول دايما مختلفين طول السنة الأربع تسوم أرجو فرش بال ويمين. هو آدم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع.